يا مرحبا بك في الدليل التعليمي الرسمي لتعلم برنامج أرشف. أنا صفاء جاسم مطور البرنامج، راح أبدأ أقدم لك مجموعة من الدروس المختصرة اللي تشرح لك مجموعة الخصائص والمميزات اللي تتوفر في هذا البرنامج حتى تبدأ تستفاد من عدها بالطريقة الصحيحة لتسهيل عملية الأرشفة الإلكترونية. فخليني أبتدي مبدئيا بهذا الفيديو في شرح واجهة المستخدم الخاصة في البرنامج. بعد إتمام عملية تثبيتك للبرنامج سواء من التقنية وما إلى ذلك طبعا، فتقوم بالدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر اللي راح يبدي يجهز لك التقنية، واللي انت راح تقوم بإدخالها وضبطها من خلال إعدادات التثبيت. فبعد دخولك على سبيل المثال احنا راح يبدي ندخل في يوزر، هو يعتبر عندنا آدمن، والبرنامج يبدي يتيح لك الاتصال الشبكي، بمعنى أكثر من مستخدم يقدر انه يشتغل على البرنامج. يعني أنا على كمبيوتر أستطيع أنه أعمل في قسمي وأقوم بالأرشفة، ثم مع ذلك شخص آخر أو موظف آخر يستطيع العمل وهكذا، بمعنى هنالك تعدد للاستخدام، ويمكن أقوم بإشراك فريق عمل لإنتاج أو للحصول على كفاءة على في سرعة العمل. فخلينا نقول هنا أنا تسجيل الدخول. إذن هذه هي واجهة المستخدم الخاصة في البرنامج. طبعا البرنامج يتميز بكون التصميم متجاوب، فتقدر أنه أنت تقوم بالتصغير والتكبير على الأجزاء اللي أنت تريدها. طبعا بمعنى هنالك انسيابية في عملية التعامل مع النافذة الرئيسية الخاصة في البرنامج. إذن خلينا نبدأ نتصفح واجهة المستخدم من الأعلى للأسفل، من اليسار إلى اليمين. هنا عندك التابات الرئيسية أو الأجزاء الرئيسية الخاصة في البرنامج والأولوية طبعا من اليمين إلى اليسار. هنا عندك الصفحة الرئيسية، هذه اللي انفتحت عندك تمام. ثم بعد ذلك عندك الأقسام، يوضح لك الأقسام كأنما تصور معي. هنالك أقسام للموظفين، هنالك الصادر والوارد، هنالك مثلا يكون تعدد الأقسام على فئة أعلى، فمثلا يمكن أنه نقسم إلى شعبة الإدارية، وحدة الجودة على سبيل المثال، أو وحدة أخرى كالحسابات، كلهم يستطيعون العمل على البرنامج. أوكي، بعد إعطاء الأقسام الرئيسية فالآن أستطيع أن أقوم بإعطاء المستخدمين، أي إدراج المستخدمين أو الموظفين اللي راح يشتغلون على البرنامج ضمن الأقسام المعنية. هذه التاب هي التاب الرئيسية اللي توضح لك الأرشيف تمام. راح تبدي تعطيك مجموعة الأضابير اللي راح تبدي تنعرض تبعا لصلاحيتك. طبعا إذا كنت أنت في قسم معين كمستخدم احتيادي راح أشوف فقط أضابيرك اللي أنت قمت بإضافتها على القسم المعني. هنا عندك الإعدادات العامة، طبعا لما تضغط عليها راح تظهر لك نافذة الإعدادات وراح نشوفها بالتفاصيل. هذا الزر الخاص في تسجيل الخروج، وهذا قسم حول يعني يبين لك النسخة الخاصة في البرنامج الحالية. وهنا عندك المساعدة اللي تؤديك بشكل مباشر إلى هذه الدورة التعليمية. في الصفحة الرئيسية الخاصة في البرنامج راح أشوف عندك مجموعة من الأمور. هنا عندك اقتراح أو مجموعة من يعني النصائح حول استخدام البرنامج. هنا عندك سمري ملخص عن العمل أو عن البيانات، مجموعة الأقسام المضافة الآن قسميا، المستخدمين الآن المضافون، مستخدم واحد فقط، مجموعة الأضابير المضافة هو يعني لا يوجد عندنا حاليا، البيانات المضافة عندنا في مجمل النظام هي صفر ما عندنا أي بيانات، عملك لليوم يمكن انه بشكل مباشر يعطيك عدد اليوم عدد الاعمال اللي قمت بها على السيستم بشكل كامل طبعا، فيبدي يظهر عندك هنا. اوكي، طبعا هذه الوصول السريع وهو جزء جدا مهم، يمكن من خلاله يقوم بالبحث عن اي شيء سواء كان عن طريق عنوان الكتاب او رقمه او الجهه الصادر منها. يمكننا بشكل مباشر تقوم بكتابة أي شيء ثم بعد ذلك تضغط على Enter ويعطيك النتائج بشكل مباشر من خلال هذه النافذة، راح نبدأ نتعرف لها بالتفاصيل تمام. ويمكن إذا أردت أنه بحث متقدم راح أشوف الزر الخاص في البحث المتقدم، وهنا الوصول السريع في عملية الإضافة، فعاد نقر على إضافة. يمكن نشوف عندك الأضبار المعنية راح تبدأ تنعرض عندك في هذه اللستة، باعتبار إحنا ما عندنا أضابير فما عندنا أي شيء، ثم بعد ذلك المباشرة في عملية الإضافة. هنا عندك اسم المؤسسة، وهنا عندك الاسم الخاص فيك، وبعد ذلك راح نشوف عندك الأقسام الأخرى واللي راح نبدأ نتعرف لها في التفاصيل.